عروس الشمال إربد إلى جمهورنا الكبير في إربد. انتظرونا في الحفل الكبير في محلات أبو مسامح بيكسيل، بحضور نجوم قناة كراميش رأفت عواد، بيسان صيام، نتالي مرايات، زينة عواد، ريتال العبد الله، وذلك يوم الخميس 16 الساعة 6 مساء بمناسبة افتتاح الموسم الشتوي لمحلات بيك سيل. هدايا وجوائز عديدة بانتظاركم. إربد، امتداد شارع الهاشمي خلف مخابز نبيل مقابل غرفة الصناعة. للاستفسار محلات أبو مسامح بيكسيل.